رواية المغاربة نص متخن بالجرأة يحمل جروح المغربي وهو ينظر إلى ذاته نهارا ويتأملها ليلا، نص روائي مركب ومكتف من حيث اللغة والإيحاءات والتركيب والدلالات الرمزية. بسؤال مركزي، ما المعنى أن تكون مغربيا؟ استخدم عبد الكريم الشويطي طرائق سردية متعددة وبنى الكثير من الخيارات السياسية والمواقف عن علاقات الذات بالمجتمع وعن الحاضر بالماضي وعن الراهن المغربي وعن قرائن التاريخ. يمتزج كل هذا في نصوص وحكايا وتضارب للأزمنة في نص شديد التركيب والتعقيد على امتداد 400 صفحة، يبتعد فيها عن نمطية السرد الكلاسيكي وتصبح النهاية مقدمة في متواليات سردية أقرب منه لكتابة المخرج الأمريكي تارانتينو. العاهات، الحماقات ونزوات المغاربة وضيقهم وتناقضاتهم الصارخة لا يتردد الكاتب في الإمساك بها وتعريتها وصوغها عبر أسئلة عميقة بآليات فنية في الكتابة الروائية عمن أوصل المغرب إلى هذه الخيبات من تراجع وإخفاقات على أكثر من مستوى، وعبر هذه الهشاشات المتعددة وعبر الكثير من الحالات النفسية والإحاطات التاريخية تمتزج فيها الأسطورة بالمتخيل وبالحكائي وبالواقعي وبالسخرية من كل شيء. يضع الكاتب نفسه بين النقيض والنقيض، بين كتابة الشذرية التي تعري كل شيء بروح قلقة متقلبة، يقول: أحفظ لنفسي الحق في أن أكون متناقضا وأن أحطم الأنساق التي نسجن أنفسنا بداخلها. أكتب متناقضا، أكتب الشيء ونقضه في الآن نفسه. إنها كتابة ما بعد الكارثة، حين ينهار كل شيء بداخلك ويتمزق ويفقد معنى، وحين تصير أنت نفسك شذرات لكلية كنتها ولكتاب تناثرت أوراقه في الريح في كتابة الصدوع والدوي الهائل للانهيار والجلبة البعيدة لحياة تمضي بعيدا عني. ما المعنى أن يتمزق كل شيء؟ كل شيء بذات الكاتب ويحوله إلى كتابة شذرية، متسائلا بنوع من الاستذكار المبطن. قلت بصوت خفيض كمن يلقي بحجرة صغيرة في بركة هادئة: وماذا سأكتب؟ ومن هم المغاربة؟ وهل يعرفون أنفسهم بشكل جيد عبر التاريخ النفسي لتكوينهم وانحداراتهم وخيباتهم القاسية؟ يصف المغاربة انطلاقا من الجغرافيا والتاريخ وعلاقتهم بالآخر في بعدهم السيكولوجي قائلا: كطاولة نرد حكمه الطاعون والطاعون والمجاعات أكثر مما حكمته الأسر المتعاقبة بضربة خاطفة كانوا يهزؤون بالجيش والعصبية القبلية ويحولون الديار إلى أطلال ودما. يضيف: بلد ببحرين وأنهار جارية وأرض خصبة وغابات حكمته الصحراء ومنحته قادة وزعماء ومنظرين أشداء محتدين دوما وضائعين بين النقائد لكنهم بلا خيال ولا طموح. ويتساءل في كل مرة شعب هذا حاله كيف سيعرف النهضة. من الشخصيات المركزية في الرواية شخصية الأعمى والعسكري، وهما شخصان معطوبان ضاق مرارة الحياة، وهما محور السرد وركيزته، وعلى لسانهما تتعدد الحكاية ويعيد الكاتب صياغة تاريخ المغاربة بألوان رمادية، ليس التاريخ الرسمي بل تاريخ الدسائس المغطى بالسواد والدم والذي أحيط بالعتمة من قبل اليد القابضة والمتحكمة في تاريخ المغاربة.
ففي نظر الكاتب أن ما يميز الناس هو درجة الشقاء، وهو الذي يمتزج بعمل البصر والبصيرة. وكنت أشغل نفسي بجدال داخلي رهيب، ما الأرحم والأفضل لي لو كنت قد ولدت أعمى أو عمايا وقد بلغت 21 من العمر، ومن الأفضل أن تولد مثل آلاف الكائنات غير المبصرة التي لا تتعذب بما فقدت أو تصاب بالعمى بعد أن تكون قد أخذت نصيبا ولو قليلا من العالم. ويفضل الكاتب الليل عن النهار على اعتبار أن النهار متاح للجميع والليل ليل الدسائس والاشتهاء والشهوة، فإن كان النهار مشاعا للجميع فالليل انتقائي وأناني يصطفي خيرة الناس. فالبشرية بأريقها ومتسكعيها في الأزقة الخالية ومشرديها في الحانات والمراقص ومتهالكيها على حاجات أجسادهم تدين له بأفضل وأسوأ ما فيها العتبة، تحرر وتشجع كل شيء على إخراج ما هو حقيقة. ليل اللذة والأفراح والدسائس والمكائد، والصفات الليل التي لا ترى في اليد، التي تعطى والتي تأخذ والتي تغتال والتي تتلمس طريقها على جسد مشتهى. لم تعرف هذه المدينة باستثناء بيوت أندلسية قليلة ثقافة واقتصاد الليل. اسألوا أصحاب سيارات الأجرة الذين يشتغلون في الليل، سيقولون لكم أشياء مدهنة عن مدينتكم وعن المغاربة وكيف اندست فيهم طرائق الحفظ والتلقين، مبتعدين كل البعد عن الاستخدام الجيد للعقل. يبرز الكاتب هذه المفارقة كم ازدهرت الشروح في هذه البلد، والشروح والحواشي والمختصرات ومختصرات المختصرات والأرجوزات التعليمية، وطمرت شيئا فشيئا المصادر كما حفرت من خرادق عقيمة عميقة بين العقل وأصول المعارف في تلك الأوساط التعليمية المحتجزة والتي صاغت عقلية المغاربة لقرون. كان كل شيء قد قيل والمعاني والمعارف قد استنفذت، ولم تعد هناك حاجة إلى بذل جهد في الإبداع والابتكار، يكفي الحفظ والقدرة على الاستظهار. وعلى طول المتن الروائي يقرر الكاتب أن ما سماهم في تخلف المجتمع أن ما ساهم في تخلف المجتمع المغربي هو الاستبداد السياسي والخرافة الدينية من خلال الابتعاد عن العقل والأتهان لأوهام السلطة. فعلى لسان الأعمى وعند آخر جملة في المتن الروائي عندما استحضر كلمة لهوراشيو وهو يقول إنه زمن الجنون الكبير والعمل الهائل يا صديقي، إن رواية المغاربة رواية غنية برمزها وبعدها النفسي والدلالي والتساؤلي، وهي تحفر أسئلة عميقة عن الذات المغربية، عما كانت عليه وعما آلت إليه، ومعها تمنح فرصة للتأمل فيها، وهي كتاب للنفوس المحطمة، وحطامها مزدوج، حطام الجسد وحطام الروح الملأى بالندوب التي لا تشفى، الروح العالقة في مأزق وجود ومتاهاته المؤلمة كما يصفها الكاتب. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.